الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين، آمين. في المجلس الماضي تكلمنا على أحكام الظهار، وعرفنا الظهار وهو لغة مأخوذ من الظهر، وشرعا تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى لم تكن حلالا له. والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، وخص الظهر دون البطن مثلا لأن الظهر موضع الركوب والزوجة مركوب الرجل، فإذا قال لها ذلك أي أنت علي كظهر أمي ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا من زوجته، ولزمته حينئذ الكفارة وهي مرتبة. وذكر المصنف بيان ترتيبها في قوله والكفارة عتق رقبة مؤمنة مسلمة ولو بإسلام أحد أبويها سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب إضرارا بينا، فإن لم يجد المظاهر الرقبة المذكورة بأن عجز عنها حسا أو شرعا فصيام شهرين متتابعين، ويعتبر الشهران بالهلال ولو نقص كل منهما عن 30 يوما، ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل، ولا يشترط نية التتابع في الأصح. فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين أو لم يستطع تتابعهما فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا، كل مسكين أو فقير مد من جنس الحب المخرج في زكاة الفطر، وحينئذ فيكون من غالب قوت بلد المكفر كبر وشعير لا دقيق وسويق. وإذا عجز المكفر عن الخصال الثلاث استقرت الكفارة في ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها، ولو قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه. ولا يحل للمظاهر وطؤها أي زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر بالكفارة المذكورة. هذا ما قاله الشارح والمصنف في هذا الفصل. وقفنا في كلام الإمام البيجوري على قوله وذكر المصنف بيان ترتيبها في قوله، اللي هي ترتيب لأن الظهار الكفارة بتاعته مرتبة وليست مخيرة، مرتبة ابتداء بخلاف كفارة اليمين فهي مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء في كفارة اليمين، لكن كفارة الظهار مرتبة ابتداء. وفي بعض النسخ الترجمة بفصل يعني الفصل، وهو ساقط من غالب النسخ قول والكفارة، إنما عدل عن الضمير مع أن المقام يقتضي الإضمار إيضاحا وإشعارا بعدم اختصاص ما ذكره من الخصال بكفارة الظهار. الكفارة بيتكلم الكفارة بقى مطلقة في قتل الخطأ في الظهار، لما يقول الكفارة كده يطلقها يبقى يقصد الكفارة مطلقا. والكفارة أو كفارة مثلا جماع في نهار رمضان
أو كفارة قتل خطأ أو كفارة ظهار أو كفارة يمين. فهنا بيتكلم قال الكفارة يعني مطلقا، ما قالش عدل عن الضمير، كان هقول وكفارته أي ظهار، قال الكفارة مطلقا، أن مع أن المقام يقتضي الإضمار إيضاحا وإشعارا بعدم اختصاص ما ذكره من الخصال بكفارة الظهار لمشاركة كفارة الجماع في نهار رمضان لها في ذلك، بخلاف كفارة القتل فلا إطعام فيها كما علم. كفارة القتل الخطأ أو القتل عموما بيبقى فيها رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، مفيش بقى الإطعام، فلا إطعام فيها كما علمت. أما كفارة اليمين فهي مخيرة ابتداء بين الإعتاق والإطعام والكسوة مرتبة انتهاء، لأنه إن عجز عن ذلك صام 3 أيام كما علمت أيضا، فلا يصح إدخالها هنا. وبهذا تعلم ما في كلام المحشي تبعا للقليوبي واشتقاقها من الكفر وهو الستر، يعني الكفارة جاي من الكفر والكفر جاي بمعنى الستر، كفر يعني ستر، ومنها كفر بالإنجليزي برضو بمعنى الغطاء أو الستر. واشتقاقها من الكفر أو الكفر وهو الستر لأنها تستر الذنب أي تمحوه من صحف الملائكة، وقيل تستره عن أعين الملائكة مع بقائه في الصحيفة. ومن الكفر بمعنى الستر يقال للحراث كافر، اللي هو الزراع يقال لهم كافر لأنه يستر البذر بالأرض، وجاء في سورة الحديد بهذا المعنى. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات. الكفار هنا بمعنى الزراع، إذا الكفار في هذه الآية في سورة الحديد بمعنى الزراع، لأن الكافر أيضا يستر البذر بالأرض، فعبارة المحشي مقلوبة، ومنه الكافر لأنه يستر الحق بالباطل، والمراد أن شأنها ذلك، وإلا فقد تجب وإن لم يكن ذنب. يعني الكفارة لا يشترط أن يكون يسبقها ذنب، القتل الخطأ لا ذنب فيه وفيه الكفارة لأن لا يؤاخذ المسلم على ما أخطأ فيه، لكن فيها كفارة، يبقى لا يقتضي أن كل كفارة لازم يكون بسبب ذنب. هناك مثال لكفارة بسبب لا ذنب فيه زي القتل الخطأ، وإلا فقد تجب أي الكفارة، وإن لم يكن ذنب ككفارة قتل الخطأ، لأن الرسول قال إيه، إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكري عليه، رفع المؤاخذة، رفع المؤاخذة. وعلم من ذلك أن معناها لغة الستر، وأما شرعا الكفارة لها معنى شرعي، فمعناها مال أو بدله يخرجه الشخص بسبب ظهار أو قتل أو جماع في نهار رمضان أو حنث في يمين. يبقى ده تعريف الكفارة، كفارة هي مال أو بدل المال، لأن في بدل المال لعتق الرقبة وفي الصيام مش كده برضو، لكن المال داخل اللي هو الإطعام. يبقى الكفارة هي مال أو بدله يخرجه الشخص اللي هو المكفر بسبب ظهار أو قتل أو جماع في نهار رمضان أو حنث في يمين. قول عتق رقبة أي اعتاقها، ولو عبر به لكان أولى وأنسب ليخرج ما لو اشترى من يعتق عليه بقصد العتق عن الكفارة كأصله وفرعه، فلا يجزئ عن الكفارة لأنه مستحق للعتق بجهة القرابة، فلا ينصرف عنها إلى الكفارة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى ذا رحم فهو حر. من اشترى عبد رحم يعني قريب له يبقى حر، يبقى لو اشترى أصل أو فرعه
واتضح ان ده اصله او فرعه، يعتق عليه في الحال. طلع ابوه، طلع جده، طلع ابنه بعد ما اشتراه، يعتق عليه في الحال. وقلنا ان الرحم في الحديث حمله الشافعية على الاصل والفرع فقط، ولم يحمله على باقي القرابة. أما الأحناف والحنابلة فحملوا إذا الرحم على كل القرابة، الأصل والفرع والإخوة والأخوات والعم والعمات والخال والخالات وأبنائهم. يبقى الأحناف والحنابلة حملوا حديث ذا رحم على القرابة كلها. أما المالكية فحملوه كالشافعية على الأصل والفرع، وأضافوا إلى الإخوة والأخوات فقط، الإخوة والأخوات. عشان كده احنا بنقرأ في كتب الشافعية فبيقول لك هنا: لو اشترى من يعتق عليه بنية ان يكفر يعتقه، فطلع اصله او فرعه، يعتق عليه في الحال، وعليه يشتري كفارة، يشتري عبد اخر. واضح؟ يبقى قال ايه؟ عتق رقبة يعتقها، ولو عبر بي لكان اولى وانسب، ليخرج ما لو اشترى من يعتق عليه بقصد العتق عن الكفارة، فاشترى من اصله وفرعه كأبيه أو ابنه، فلا يجزئه عن الكفارة. ليه؟ لأنه مستحق للعتق بجهة القرابة لا بجهة الكفارة، فلا ينصرف عنها إلى الكفارة. وعلم من ذلك أنه يشترط ألا تكون الرقبة مستحقة للعتق بجهة أخرى غير الكفارة، فتخرج أم الولد مثلا. إحنا قلنا أن الأمة لما تكون ملك يمين لرجل فأنجبت له، سواء أنجبت له ذكر أو أنثى، تسمى أم ولد. أم الولد هذه تعتق بمجرد وفاة سيدة. واضح؟ فهنا لو أعتق أم الولد بنية الكفارة ما تنفعش، لأن هي أصلا بمجرد أن أنجبت لا يستطيع بيعها، وعلي أن يمسكها وتعتق بمجرد وفاته. ده أم الولد. عشان كده قال لك تخرج أم الولد فلا يجزئ اعتاقها عن الكفارة، لأنها مستحقة للعتق بجهة أخرى غير الكفارة، وهي الاستيلاد، إنها ولدت. واضح؟ يبقى لازم اللي يكفر تبقى لا تستحق العتق إلا من جهة الكفارة فقط، لكن لو استحقت العتق من أي جهة أخرى غير الكفارة لا تصح كفارة. ويخرج أيضا المكاتب، المكاتب اللي هو العبد اللي بيشتري نفسه بأقساط من سيده، كتابة صحيحة، يعني عمل عقد مكاتبة صحيح، فلا يجزئ اعتاقه عن الكفارة. ليه؟ لأنه مستحق للعتق بجهة الكتابة، يبقى في إيه؟ في جهة أخرى. كويس؟ بخلاف المكاتب كتابة فاسدة، عمل عقد مكاتبة فاسد، فيجزئ عتقه عن الكفارة لفساد عتق إيه؟ عقد الكتابة. ويخرج أيضا المشتري بشرط العتق، فلا يجزئ العتق عن الكفارة لأنه مستحق العتق بالشرط. يعني واحد بيشتري وإيه؟ والبائع اشترط عليه إذا اشترى هذا العبد أن يعتقه، أو هو نذر على نفسه انه بمجرد ان يتملك عبد يعتقه، يبقى انا هيستحق العتق بسبب ايه؟ جهة النذر او بجهة الشرط، فبرضه ما ينفعش ده يبقى كفارة. فيجزئ عتقه عن الكفارة. ويخرج ايضا المشتري بشرط العتق، فلا يجزئ العتق عن الكفارة لانه مستحق العتق بالشرط. ويشترط ايضا خلو عتق الرقبة عن شوب العوض، يعني ما يكونش في مقابل عتقه اي عوض هيعود عليه، يعني مقابل، يعني ما يعتقوش من اجل مقابل ويعتقه عشان كفار، لاننا هيبقى في مشكلة العوض ولازم يبقى خالص لله. فلا يجزئ العتق عن الكفارة مع اخذ عوض عليه من العبد او من اجنبي. فلو قال لعبدي اعتقتك عن كفارتي على ان تعطيني الفا، أو قال لأجنبي أعتقت عبدي عن كفارتي بألف لي عليك، فقبل لم يجزئه هذا الاعتاق في الصورتين عن الكفارة. ولا يجزئ عتق بعد رقبة،
ولو من عبدين إلا إذا كان باقيهما أو أحدهما حر، لأن المقصود تخليص رقبة من الرق. يبقى ولا يجزي عتق بعد رقبة ولو من عبدين، يعني في عبد مبعض، يسموه مبعض يعني ايه؟ يعني بعضه حر وبعضه رق، فإذا البعض الرق ده أنت تملكه فأعتقته يجزئ، لأنك لو أعتقت بعضه الرقيق فبعضه الآخر حر فيبقى أعتقته بالكلية. لكن لو أعتقت شقصك فقط وبعضه الآخر ما زال رقا فلا يجزئ، لأنه ما زال، يبقى في الحالة دي عليك أن تخلصه لنفسك فتشتري أنصبة الآخرين منهم حتى يصير هذا العبد خالصا لك ثم تعتقه. واضح؟ ولا يجزئ عتق بعض رقبة ولو من عبدين إلا إن كان باقيهما أو أحدهما حر، حرا، لأن المقصود تخليص رقبة من الرق. ولو حصل الاعتاق فيه مرتين أو أكثر، كان أعتق نصف عبده عن الكفارة ثم أعتق نصفه الآخر بنية الكفارة، فإن لم ينوها عند اعتاق باقية، عند اعتاق باقيه لم يجزه عنها ويجزي، يبقى ممكن يعتق عبده على مرتين، يعني يعتق نصفه وبعد كده يعتق النصف الآخر، بس ينوي في الاعتاق الثاني إن ده بنية الكفارة، تكملة الكفارة. ويجزئ اعتاق المدبر، المدبر اللي هو واحد قال للعبد بتاعه أنت حر دبر موتي، وعد بالإيه؟ بالعتق. ما زال هذا العبد المدبر ما زال عبدا، فلو أن يعتقه قبل وفاته يبقى صح إيه؟ عتق المدبر. واضح؟ ده أن الوعد بالتدبير اللي هو بالدبر الموتي يعني بالعتاق ليس لازما عليه، وبالتالي هو مخير فممكن يرجع فيه ويعتقه. ويجزئ اعتاق المدبر والمعلق عتقه بصفة عن الكفارة، يعني هو قال له ايه؟ قال للعبد ده انت حر بمجرد حصولك على بكالوريوس الطب، دخله كلية الطب والواد بيدرس، قال له بمجرد ما هتتخرج انت حر، فجاء ظاهر من امرأتي والواد ده لسه في سنة اولى طب، له ان يعتقه. واخد بالك؟ لانه كان عتقه معلق على صفة وما جاتش الصفة دي، له ان ايه؟ يعجل بعتقه عن الزهار. او كان بيقول له انت اعتقك بعد سنتين فظاهر من امرأته الان، فله ان يعتقه الان ولا ينتظر بعد سنتين ويبقى عن الكفار. فهمت؟ والمعلق عتقه بصفة عن الكفارة، سواء الصفة دي يعني ايه؟ مؤقتة بزمن او بايه؟ بحدث. وكذلك يجزئ عنها اعتاق رقبة مغصوبة من المكفر وإن كان لا قدرة له على انتزاعها. عنده عبد وخطفوه منه، واخد بالك؟ غصبوه منه، فلو أن يعتقه بالرغم أنه ليس له القدرة على استرداده، يعني ينوي عتقه. واضح؟ ده المغصوب. وكذلك يجزئ عنها اعتاق رقبة مغصوبة من المكفر وإن كان لا قدرة له على انتزاعها. وآبقة، آبقة يعني عبد هربان منه، له أن يعتقه. كويس؟ ده الآبق. وإن لم يقدر على ردها بشرط، بشرط إيه؟ العلم بحياتهم. يبقى عنده علم إن العبد الآبق ده ما زال على حي على وجه الأرض، ما كانش مات، أو المغصوب ده العبد المغصوب ما زال حيا. وإن لم يقدر على ردها بشرط العلم بحياتهما، حياة الإيه؟ المغصوب أو الآبق، فتعود هنا على المغصوب والآبق. ولو بعد الاعتاق، يعني بشرط العلم بحياتهما، ولو بعد الاعتاق، يعني لو لم يعلم بحياتهما واعتقهما وبعد الاعتاق علم أنهم على ما زالوا على قيد الحياة صحة، يعني لا يشترط أنه يبقى عالم لحظة الاعتاق بحياتهم. لكن لو
لم يعلم وأعتقهم، ثم بان له أنهم كانوا ميتين عليه أن يخرج كفارة أخرى، ومرهونة وجانية من موسر ومتحتم قتلها في حرابة، كل ده ينفع. يعني عنده عبد سابه رهن بسبب دين، فبقى العبد ده مرهون، له أن يعتقه وهو مرهون، واخد بالك؟ أو جانية، يعني عامل جناية، العبد ده عامل جناية، يعني مثلا إيه؟ كسر عربية جاره، فجاره رفع قضية، فالحاكم حكم إنه هو عليه تمن إصلاح السيارة، جناية يصح اعتاق هذا العبد اللي عامل جناية من موسر، يعتقه وإيه ويصلح السيارة السيئة، لأن أصلا الجاني ده العبد الجاني إصلاح ما جناه على سيده لا عليه، واخد بالك؟ وكذلك متحتم قتلها في حرابة، عنده عبد والعبد ده أبق منه يعني هرب، وعمل عصابة على الدايري، وقف ايه يوقف العربيات يسرقها وايه ويضرب بعض الناس ويخوف بعض الناس وقتل بعض الناس، بقى حرابة، خدت بالك ازاي؟ فقبضوا عليه وحيقيموا عليه حد الحرابة، له ان يعتق هذا العبد وهو حيقام عليه حد الايه الحرابة، كل ده يصح كفارة، واضح؟ كل دي امثلة، يعني قول مؤمنة لازم كمان الرقبة دي تبقى مسلمة، ما ينفعش يبقى عبد مسيحي ولا عبد يهودي ولا عبد أي ديانة غير الإسلام، لازم رقبة مؤمنة يعني مسلمة موحدة بالله معترفة بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي قبل العتق، يبقى لازم تبقى مؤمنة قبل العتق عشان لما يقع عليها العتق يقع عليها وهي مؤمنة، واضح؟ لكن لو كفر واعتقها ثم اسلمت لا يصح اعتاق، لان وقع العتق عليها حال كفره، واضح؟ وقول مؤمنة اي قبل العتق، بخلاف المؤمنة مع العتق فلا يجزئ اعتاقها عن الكفارة، وقول مسلمة تفسير للمؤمنة، لان اصل مؤمنة دي ده محل القلب وانا لي اطلاع على القلب، يبقى لما يقول مؤمنة يقصد مسلمة، يعني بيقول الشهادتين، بيصلي، بيعمل عمل الإسلام الظاهر، لأن لم نؤمر بالتنقيب عن قلوب العباد. تفسير يبقى مسلمة تفسير للمؤمنة، وأشار بذلك لأن المدار على كونها مسلمة بأن كانت منقادة للأحكام ظاهرا من النطق بالشهادتين وغير ذلك، لأن كونها مؤمنة بمعنى مصدقة بالأحكام باطنا لا اطلاع لنا عليه. قوله ولو بإسلام أحد أبويها، أي أو تبعا للسابي أو للدار، يعني ممكن يعتق عبد عنده لأن والعبد ده يكون عيل لسه صغير، والعبد اللي لسه صغير ده نحكم بإسلامه بإسلام أحد أبويه، يعني افرض الأب مسلم والأم كافرة والولد ده عبد يتبع الأعلى في الدين، فالأعلى في الدين هو المسلم سواء كان الأم أو الأب، واضح؟ فيبقى يحكم بإيه؟ بإسلام هذا الطفل، يبقى دي رقبة مؤمنة له أن يعتقه، دليل إسلامه إيه؟ إسلام أحد أبويه، فهو تابع لإيه؟ للأعلى في الديانة، فهو يتبع الأعلى في الديانة في الدين، يتبع الأعلى في الديانة ويتبع إيه؟ الأم في الرق والحرية، يتبع الأم في الرق والحرية. ولو بإسلام أحد أبويها، أي أو تبعا للسابي أو للدار، فصورة الأول أن يكون الرقيق صغيرا فيسلم أحد أبويه فيحكم عليه بالإسلام تبعا لأحد أبويه، وصورة الثانية اللي هو بالسبي
أن يسبيه مسلم، يعني مسلم سبى في حرب طفل من أطفال الكفار، صار هذا الطفل تبعا لسبيه مسلم زيه، فهمت؟ أن يسبيه مسلم فيحكم عليه بالإسلام تبعا لسبيه. والصورة الثالث أن يكون لقيطا في دار كفر بها مسلم، فيدعي شخص رقه ويقيم عليه بينة فيثبت رقه بالبينة ويحكم عليه بالإسلام تبعا للدار لاحتمال أن يكون من المسلم الذي هو به. يعني لقوا طفل لقيط في الشارع في دار كفر لكن فيها مسلمين ولو مسلم واحد، محتمل ان اللقيط ده يطلع ابن المسلم الواحد ده او بعض المسلمين اللي ساكنين في هذه الدار، فيحكم عليه بايه؟ بالاسلام هذا الطفل. واضح؟ يشترط ايضا ان الرقبه مع كونها مسلمه انها تكون سليمه من العيوب، فما يعتقش عبد اعمى ولا عبد أشل، كويس، ولا عبد مقطوع الإيدين، يبقى لازم يكون سليم من العيوب اللي هي إيه؟ اللي هي تعينه على الكسب والحركة. سليمة من العيوب أي لأن المقصود من الاعتاق تكميل حال الرقيق ليتفرغ لوظائف الأحرار، ولا يتفرغ لها إلا إن استقل بكفاية نفسه، وإلا صار كلا أي ثقلا على نفسه وعلى غيره، ولا يستقل بكفاية نفسه إلا السليم ولو بحسب الأصل والظاهر، فيجزئ صغير ولو ابن يوم لأن الأصل والظاهر من حاله السلامة، ويجزئ أيضا مريض يرجى برؤه. العبد عنده شوية زكام ما يعتبرش ده مرض يمنع من إيه؟ من إنه يصح يدخل، لأنه ده مرض يرجى برؤه، واخد بالك؟ ومريض يرجى برؤه، فإن لم يبرأ تبين عدم الإجزاء، بخلاف المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه لا يجزئ، فإن برئ تبين الإجزاء على الأصح. ولا يجزئ زمن، زمن يعني إيه؟ يعني شيخ هارم بسبب طول السن أو عنده مرض مزمن. الزمن اللي عنده إيه؟ مرض مزمن، مرض مزمن يحول بينه وبين الكسب. يعني احنا في زماننا في مرض السكر، لكن ده مرض مزمن لكن لا يحول بينه وبين الكسب، ما يأثرش. ده ارتفاع الضغط ده مرض مزمن يفضل ياخد دواء طول عمره، لكن ده لا يعتبر ايه؟ يحوك عن الكسب، فممكن تحرره. انما الزمن اللي عنده مرض يعني يعجزه عن الكسب، عنده شلل نصفي، عنده عجز في حواسه، يبقى ده زمن، يبقى ده ما ينفعش. ولا هرم عاجز، ولا هرم، في ناس يقولوها هرم بكسر الهاء، ايه هرم؟ ما فيش حاجه اسمها ايه بكسر الهاء، كلها فتح الهاء، لغه واحده. ولا هرم، هرم يعني كبر في السن. ولا هرم عاجز، ولا فاقد رجل او خنصر وبنصر من يد. الخنصر والبنصر اللي هو الصباعين الصغيرين دول من الايد، لو فقد الصباعين دول من ايد، او فاقد انملتين من غيرهما، او عقلتين من ايه؟ من الثلاث صوابع التانيين اللي هو الابهام السبابه الوسطى، يبقى هنا هيبقى عنده عجز عن ايه؟ عن الكسب، ما نعرفش يعمل صنعه. أو فاقد أنملتين يعني عقلتين من غيرهما، الأنملة اللي هي العقلة، عقلة الإصبع، أنملتين يبقى عقلتين. ولا فاقد أنملة إبهام، الإبهام بقى لأنه هو أصلا أنملتين مش ثلاثة، فيبقى أنملة إبهام دي تؤثر، خصوصا الإبهام ده يؤدي وظيفة 60% من اليد، الإبهام، وكل أصبع أمامه يؤدي 10%، يبقى دي الإيد كده نظمها عند علماء التشريح، يعني يبقى الصباع الإبهام ده 60% من الوظيفة، وكل صباع عندنا بعديه 4 كل واحد 10%، يبقى كده يكملوا 100%.
ولا فاقد أنملة إبهام لتعطل منافع منفعة اليد بذلك، بخلاف فاقد أنملة غير إبهام. أنملة غير إبهام ما تأثرش أوي، أو أنملتين من الخنصر أو البنصر. وأما من كل منهما فيضر ويجزئ مقطوع الخنصر من يد، والبنصر من يد أخرى. واضح الكلام؟ المهم أي حاجة تكون في حواسه لا تؤدي إلى عجزه، فإن أدت إلى العجز يبقى لا يجزئ، لأنها لازم تكون سليمة. قوله المضرة بالعمل والكسب، يكون إيه الحاجة اللي تكون العيب ده اللي فيه يكون مضر بالعمل والكسب، لكن لو كان فيه عيب لا يضر بالعمل والكسب يبقى ما يضرش. العطف فيه عطف تفسير أو مرادف، واعتبر الشافعي رضي الله عنه في العيب هنا ما يضر بالعمل والكسب في الرقبة يعني، وفي عيب الأضحية ما ينقص اللحم، وفي عيب النكاح ما يخل بمقصود الجماع، وفي عيب المزوج كأنه استلف. فهمت ازاي؟ فلا يكلف. طب افرض عملها وعمل كده وهو اللي كلف نفسه، يجزئ. يجزئ زي واحد ايه ما لم يبلغ عنده حد الاستطاعة في الحج فاستقرض وحج حجة الاسلام، تجزئ عنه حجة الاسلام بالرغم ان هو ما كانش اصلا واجب عليه انه يحج. فهمت؟ ولا يكلف الاستقراض، فان تكلفه اجزأه لانه ترقى الى الاكمل. قوله بان عجز عنها، هنا بقى عجز خالص، لا في رقاب زي زماننا ده، ما فيش سوق رقيق خلاص، كل اللي فات احنا بنقراه بس عشان نعرف الاحكام ويتربى عندنا الملكة الفقهية، لكن ليس لها عمل الان. واضح؟ لكن مهم انك انت تفهم كلامهم علشان ممكن تقيس عليه في ابواب اخرى. بان عجز عنها اي في وقت ارادته التكفير، لان العبرة بوقت الاداء اي الشروع في التكفير لا بوقت الوجوب. بان عجز عنها وقت ارادته التكفير مش وقت ايه الايه الاداء، لان العبرة وقت الاداء اللي هو الشروع في التكفير لا بوقت الوجوب بمجرد انه نطق بالايه بلفظ الزهار، ولا باي وقت كان. والمراد العجز في نفس الامر يعني في حقيقة الامر، حتى لو عجز في الظاهر وصام الشهرين ثم تبين ان له مالا ورثه من ابيه ولم يعلم به لم يعتد بصوم اعتبارا بما في نفس الامر. يعني واحد قال انا معيش فلوس اجيب عبد، فراح صام الشهرين المتتابعين، خلص الشهرين من هنا اتصلوا وقالوا لك ده ابوك ميت بقاله سنة وسايب لك رصيد ضخم جدا في البرازيل زي ما بيقولوا كده في الافلام، ما يعرفش اشمعنى البرازيل بالذات، ما اعرفش، لكن تملي كده اسماعيل ياسين يقول لك كان ليه اخ في البرازيل وساب له مش عارف ايه، حاجات القصص اللي بيقولوها، واخد بالك؟ المهم اتضح ان كان يملك مالا كان لا يعرفه، فصام هو الشهرين على انه معهوش، لكن هو في واقع الامر كان عنده مال لكن لا يعرفه، فبمجرد معرفته يبقى صيام الشهرين دول متتابعين تطوع وعليه يعتق الرقبة لانه عنده المال، لان العبرة ما كان في نفس الامر لا في ظنه. يعني هنا لا يؤخذ بالظن، لان لا عبرة بالظن البين خطأ، القاعدة كده، القاعدة ايه بتقول؟ لا عبرة بالظن البين خطأ، دي قاعدة فقهية على فروع كتيرة، ده فرع منها. في فروع تانية مثلا في ايه؟ في الصلاة. يعني أنا ظنيت إن الظهر ادى، فرحت قمت اتوضيت وصليت، الحمد لله الظهر، مفيش أحلى من كده. بعد ما صليت لقيت أذان الظهر بيدنا، الله ده أنا صليت قبل ما يدخل الوقت. يبقى عليا إن أنا أقوم أصلي الظهر تاني، ليه؟ لأن لا عبرة بالظن البين خطأه. فيبقى علي الإعادة. كويس. قمت بالليل وانا ناوي اصوم في رمضان على اني هتصحر، والدنيا بقى ضلمه والنور مقطوع، افتح التلفزيون عشان اشوف الاذان ده النور مقطوع، الراديو ما بيشتغلش بالبطاريه بين الكهرباء، فقلت ايه غالبا الفجر ما ادانش، رحت قعدت كلت الزبادي بتاعي كعاده المصريين لازم ايه يتسحروا بالزبادي والا هتبقى مشكله، فراح كل الزبادي بتاعه تمام التمام. وبعد ما كل الزبادي النور جه بيبص في الساعه، لا الفجر ادن بقاله ساعه،
يبقى هنا فسد صوم هذا اليوم، لأنه أكل بعد طلوع الفجر، وعليه الإمساك إن كان في رمضان احتراما للوقت، وعليه الإعادة لأنه لا عبرة بالظن البين خطأ. واضح؟ يوم غيم وافتكر إن المغرب دخل فأفطر، بعد ما فطر بس لقى الغيم قشع والشمس قدامه لسه ما نزلتش، يبقى هذا اليوم لا يحسب وعليه الإعادة لأنه إيه؟ لا عبرة بالظن البين خطأ. هي قاعدة فيها فروع كتيرة بقى، فيها فروع إيه؟ كتيرة، تاخد بالك منها. واعلم أن الرقيق لا يكفر إلا الرقيق لا يكفر إلا بالصوم. افرض عبد ظاهر من زوجاته ما عندوش اعتاق رقبة، لأنه ده عبد ليس له ذمة مالية، يبقى ما قدموش إلا الصيام على طول. فهمت؟ ده الرقيق ده. واعلم أن الرقيق لا يكفر إلا بالصوم لإعساره، وليس للسيد منعه منه وإن أضره في الخدمة لتضرره بدوام التحريم عليه، والمبعض كالحر إلا في الاعتاق لأنه ليس من أهل الولاء، والمبعض كالحر إلا في الاعتاق لأنه ليس من أهل الولاء، وأما السفيه فلا يكفر إلا بالصوم أخذا من جعلهم له كالمعسر. السفيه اللي هو المضروب عليه الحجر فلا ليس له حرية التصرف في ماله، يبقى في الحالة دي ما قدموش إلا الصيام، ما يقدرش يجيب كفارة. والذمي يكفر بالاعتاق، الذمي اللي هو إيه؟ عايش مع المسلمين وإيه؟ وبيدفع ذمة لهم وقبل حكم الإسلام، فظاهر أو عمل إيه؟ حاجة يحتاج فيها عتق، فيبقى الذم يكفر بالاعتاق، وكذا بالإطعام عند عجزه عن الصوم ولكن معلوش الصوم، لأن الصوم لا يقبل منه، ويبقى يكلف هذا الذم أنه يشتري رقبة مسلمة ويعتقها. طب عجز عن الرقبة المسلمة ويعتق هذا الذم، يبقى نقول له على طول اطعم 60 مسكين، ما نقول الصوم، لأن الصيام يشترط فيه الإسلام. وكذا بالإطعام عند عجزه عن الصوم، وكذا بالإطعام عند عجزه عن الصوم، أما عند قدرتي عليه فلا يكفر بالإطعام لأنه يمكنه التكفير بالصوم وإن كان لا يصح منه، لأن شرط النية الإسلام لتمكنه من أن يسلم ويصوم. قال لك إيه؟ وكذا بالإطعام عند عجزه عن الصوم، يبقى هنا بيقول لك عليه الصوم ويفضل معلقة بذمته، ونطالبه بالصوم بعد إسلامه. كويس؟ ده كده في الذمي. والوقت طبعا هذه الاحكام مش هتتعلق بيهم، ليه؟ لان هم لا يوافقوا ان هم يطبقوا احكام الاسلام على انفسهم. دلوقتي يقول لك الكنيسه هي اللي تحكم علينا في الاحكام المتعلقه بينا، فهمتني ازاي؟ خلاص يبقى نوديه بقى ايه لابوهم وامهم يحلوا لهم مشكلتهم، ملناش دعوه بيهم. واخد بالك؟ قول حسا بأن عجز عنها حسا، يعني بأن لم يجدها أصلا، زي زماننا كده احنا دلوقتي عاجزين عن الرقبة حسا، يعني تبحث عنها مش موجودة. وقوله أو شرعا، يعني بأن لم يجد ثمنها فاضلا عن كفاية العمر الغالب، أو احتاجها لنحو مرض أو زمانة أو منصب. يعني هو عنده عبد صحيح، بس هو منصبه ما ينفعش انه يقوم يخدم نفسه، فما نكلفوش ان هو ايه يعتق هذا العبد لانه منصبه يمنعه من انه يعيش من غير ما حد يخدمه. واضح؟ او بسبب ايه سن كبير ومحتاج حد يقعد معاه يقضي له ايه حاجته ويغسل له هدومه ويطبخ له ويسنده للصلاه، عشان لا يستطيع القيام الا بواحد يعاونه، فمشتري الودة علشان كل ما يجي صلاه يسنده كده لحد ما يصلي الفريضه، لان اذا
كان قادر على القيام بمعاونة وعنده معاون لا يسقط ركن القيام في الفريضة، واخد بالك ازاي؟ لكن يسقط عنه في النافلة. فهمت؟ كل الحاجات دي مهمة. فصيام شهرين متتابعين، ويفوت التتابع بفوت يوم فأكثر بلا عذر. يعني شهرين متتابعين لو كسرهم يوم فطره يفوتوا، طالما فطر بلا عذر، ولو اليوم الأخير. أما إذا فات بعذر فإن كان كمرض وسفر ضر، لأن فينقطع التتابع وينقلب ما مضى نفلا في العذر دون غيره. وإن كان كجنون، أصابه جنون يعني اترفع عقله، صام شهر وبعدين جاله اتجنن وبعدين قعدنا نعالجه خف بعد شهرين، يكمل على الشهر، واخد بالك؟ يعني لا يقطع التتابع، الجنون لا يقطع التتابع لأنه رفع عنه التكليف. وإغماء مستغرب، دخل في غيبوبة وقعد له كده أسبوع ولا 10 أيام وبعدين فاق، يرجع تاني يكمل على ما فات. لم يضر فلا ينقطع به التتابع لأنه ينافي الصوم اللي هو الجنون والإغماء، فخرج به عن أهلية الصوم، بخلاف نحو المرض فإنه وإن كان مسوغا للفطر لا ينافي الصوم، بدليل أنه ممكن يبقى مريض ويصوم، فلم يخرج بذلك عن أهلية الصوم. ويعتبر الشهران بالهلال، أي إن أمكن بأن صام من أولهما، فإن صام في أثناء الشهر اعتبر الشهر الثاني بالهلال، وإن نقص وتمم الأول من الثالث 30 يوما. يعني هو بدأ يصوم من 15 ربيع الأول، خلاص يبقى يكمل ربيع الأول، طلع 29 يوم، يبقى صام 14 يوم منه، وبعدين ياخد ربيع الآخر، ربيع الآخر كله إن شاء الله طلع 29 يوم، يبقى ده شهر، ويكمل على 14 يوم بتوع ربيع، يجيب 16 يوم من الشهر اللي بعد كده عشان يكمل 30. فهمت؟ وقول ولو نقص كل منهما، بدأ يصوم من أول شهر ربيع، طلع شهر ربيع الأول ده 29 يوم، جاء ربيع الآخر طلع برضه 29 يوم، صح، ويبقى شهرين متتابعين. واضح؟ ولو نقص كل منهما عن 30 يوما غاية في اعتبارهما بالهلال، ويكون صومهما بنية الكفارة، لازم ينوي الكفارة، فيجب فيهما التعيين بكونهما عن الكفارة، وإن لم يعينها بكونها كفارة الظهار أو غيره. فإن عين وأخطأ كأن كان عليه كفارة الظهار ونوى كفارة القتل مثلا لم يجزه، فيضر الخطأ هنا. يعني لو قال عن الكفارة وأطلق وقعت عنه عن كفارة الظهار، لو عين وأخطأ في التعيين لا يصح. واضح؟ يعني قال كفارة ظهار وكان يقصد كفارة قتل، أو قال كفارة قتل ويقصد كفارة ظهار، يبقى لا يصح. وقول من الليل، لأن أنت عارف صوم الكفارة صوم فريضة واجب، وصوم الفريضة يجب تبييت النية من الليل، بخلاف صوم النافلة ممكن ينوي من النهار. واضح؟ فطالما هيصوم كفارة يبقى عليه أن يبيت النية من الليل، أي لوجوب تبييت النية كما في صوم رمضان اللي هو الفريضة، كان حق يقول كما في صوم الفريضة وخلاص. قول ولا يشترط نية التتابع في الأصح، أي على القول الأصح اكتفاء بالتتابع الفعلي، فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين، أي لهرم أو مرض يدوم شهرين، ظنا مستفادا من العادة في مثله، أو من قول الأطباء، أو خوف زيادة مرض، أو لمشقة شديدة لا تحتمل عادة ولو كانت تلك المشقة لشبق وشدة شهوة الجماع، وقول أو لم يستطع تتابعهما، أي وإن استطاع صوم الشهرين غير متتابعين ولكن عجز عن تتابعهما، يبقى برضو عاجز، فإطعام تبعا فيه للفظ القرآن الكريم والمراد به التمليك. الإطعام هنا المفرد المراد منه تملكهم إيه؟ الطعام، مش إن أنا أقعد أقول له افتح بقك وأكله، مش مقصود كده، زي ما بتأكل الطفل الصغير تزغطه، يعني ده كربطة أنا هجيب بقى الدعوة
وحشي قالوا بقه. يبقى المقصود الاطعام هنا يعني ايه؟ تمليكه الطعام، مش هديله الاكل واقعد ايه اكله له بايدي او اقول له كله قدامي. فهمت؟ زي ما مش شرط دي، ان انا املكه هو ياخدها بقى ياكلها براحته او يخزنها عنده، هو حر ماليش دعوه. فهمت؟ يبقى المقصود بيه، المقصود بيه ايه؟ تمليك ايه؟ الطعام. كما في قول جابر رضي الله عنه: اطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس، اي ملكها اياه. ولا يشترط لفظ، وان كان مقتضى التعبير بالتمليك ذلك بل يكفي الدفع. يعني لا يشترط لفظ التمليك، ما يقولش المسكين ملكتك هذا الطعام، فالتاني يقول قبلت، ما يشترطش، لا يشترط هذا اللفظ، بل يكفي الدفع ان انا ادفعه له. كويس؟ ولو بلا لفظ على ما هو الظاهر، كما في دفع الزكاة، ولا يكفي ان يطعمهم بغداء او عشاء، لما علمت ان المراد بالاطعام التمليك. وما يكفيش ان يعزم 60 مسكين ويعمل لهم فتة زي اللي بنعملها يوم الجمعة ويقعد يأكلهم ويقول لك دي كفارة زهر، لان هم ما تملكوش الا ما دخل في فمهم، وقد يدخل في فمه اقل من القدر المجزئ في الكفارة وهو المد. فهمت؟ فيبقى ما ينفعش هنا يعد طعام ويقعد يأكله، لا، ده يدي لكل واحد قدر مد، هو بقى ياكله على قعدتين، ياكله على 3 قعدات، هو حر. واضح؟ فلا يكفي وقول 60 اي فلا يكفي اقل منهم، حتى لو اطعم 60 مدا لمسكين واحد في 60 يوما لم يكفي. ده مذهبنا عند الشافعيه كده، وان كان في مذاهب اخرى تجزي. يعني في مذاهب اخرى قالت لو اطعم مسكين واحد كل يوم مد لمده 60 يوم يبقى اطعم 60 مسكين. لكن الشافعية يقول لك لا، العدد هنا 60 مسكين مطلوب مختلفين. فهمت؟ ده رأي الشافعية. وحتى لو أطعم 60 مدا لمسكين واحد في 60 يوما لم يكفي. طب ولو زاد على 60 مع إعطاء 60 مدا للستين، فالزائد تبرع. أنا ما أطعمش 60 مسكين بقى، ده وزع على 100 مسكين، يبقى سقطت عنه الكفارة بالستين والباقي تبرع. لا يضر. قال بعضهم: والحكمة في إطعام 60 أن الله تعالى خلق آدم من 60 لونا، أي نوعا من التراب، فكأنه بإطعام 60 يستوفي جميع الألوان. كل دي حكم بيقولوها، لكن الحقيقة أن الحكمة تعبدية غير معلومة. الحكمة تعبدية غير معلومة، لكن دي حكم بعض الفقهاء كده نوادر بيقولوها. فلا شك يعني اقرا النوادر، لكن ايه دخلها من هنا طلعها من هنا، لا شك. ولا يبعد ان تكون حكمة الصوم 60 يوما كذلك، وفيه خفاء، الا ان يوجه بانه لما كان الاطعام 60 من الامداد كان الصوم 60 يوما، ليكون كل يوم في مقابلة مد. قول مسكينا او فقيرا، اي او البعض كذلك، والبعض كذا، وإنما كفى الفقير مع أن المنصوص عليه المسكين، لأنه أسوأ حالا من المسكين على مذهبنا. الشافعي عندنا الفقير أسوأ حالا من المسكين، والملكية العكس. وهذا الصنيع مبني على أن المراد بالمسكين غير الفقير، ولو حمل الشارح المسكين في كلام المصنف على ما يشمل الفقير لكان أولى، لأنه متى انفرد أحدهما أريد به ما يشمل الآخر، وأما تغيرهما فعند اجتماعهما. يعني امتى يبقوا متغيرين في المعنى؟ لو لك اطعم هذا مسكين وهذا الطعام اطعمه فقير، يبقى ما اجتمعوا يبقى لازم تميز. الفقير هو الذي لا يجد شيء، والمسكين هو الذي يجد ولكن لا يجد كفايته. واضح؟ لكن لو قلت مسكين وخلاص دخل مع الفقير، وقلت فقير دخل مع المسكين. واضح؟ فعند اجتماعهما، فلذلك تقول الفقهاء إذا اجتمع افترق. إذا اجتمع قلت لك فقير ومسكين يبقى افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع. لو قلت فقير بس أو مسكين بس يبقوا إيه؟ جمعوا المعنيين. ولا بد أن يكون كل من الفقير والمسكين مما يجوز دفع الزكاة له، فلا يكفي الإعطاء لهاشمي ولا مطالبي ولا لمكفي بنفقة قريب أو زوج ولا لعبد ولو مكاتبا، وإن كان المكاتب يأخذ من الزكاة. قول كل مسكين مد،
فيدفع للستين مسكينا 60 مدا، ولو وضعها بين أيديهم وملكها لهم بالسوية أو أطلق وقبلوا ذلك أجزأ على الصحيح، ولو اقتسموا بعد ذلك على التفاوت، بخلاف ما لو قال خذوه ونوى، فإن أخذوه بالسوية أجزأ، وإن تفاوتوا لم يجزه إلا من تيقن أنه أخذ مدا دون من أخذ دون مد، إلا أن إن كمل له مدا. قوله من جنس الحب، هيطعمهم إيه بقى؟ حاجة من جنس الحب، ظاهره أنه لا يجزئ غير الحب كاللبن ونحوه. المعتمد إجزاء الأقط، الأقط اللي هو اللبن المجفف اسمه الأقط، اللي هو يحل محله الوقت اللبن البودرة. كويس، يبقى اللبن البودرة بتاع اليومين دول هو الأقط أيام الصحابة. واللبن لأن كل منهما يجزئ في الفطرة، فكل ما يجزئ في الفطرة يجزئ هنا كما صرح به ابن قاسم. وحينئذ، أي وحينئذ اشترط كون من جنس الحب كبر وشعير، أي وذرة وأرز. في مصر رز حلو، ممكن تطلع رز تقول له طلع 60 مد رز لستين مسكين، المد اللي هو كيلو ولا ربع، يبقى يجيب 60 كيس، يحط في كل كيس كيلو ولا ربع رز ويمشي في الشارع يوزع على 60 مسكين، عساكر المرور اللي واقفين قدام المساجد، الشحاتين اللي على باب السيدة، واخد بالك، في اي حتة، جيرانه لو يعرف عنده جيران، لحد ما يخلص 60 كيس. واضح؟ يبقى كبر يعني كقمح، وشعير أي وذرة وغيرها من باقي الأقوات المعتبرة في زكاة الفطر. وقول لا دقيق وسويق أي وخبز فلا يكفي، ما ينفعش لو وزعوا عيش ولا وزعوا دقيق. ليه؟ لأنه الدقيق ده جزء الحبة وليس كل الحبة، يبقى أنا برضو ما ملكتوش الكل. وإذا عجز المكفر أي مريد التكفير لأنه لم يكفر بالفعل العجز كما هو الفرض، استقرت الكفارة في ذمته، أي إلى أن يقدر على خصلة من الخصال الثلاث كما أشار إلى ذلك الشارح. فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها، يبقى هو عاجز الوقت، لا يقدر يصوم ولا عنده كفارة فلوس يقدر يطعم ولا عنده رقبة، عاجز تماما عن هذا، يبقى الكفارة مستقرة في ذمته حتى يقدر على واحدة فيه. فإن قدر بعد ذلك على خصلة فعلها، وإذا قدر على خصلتين أو على الخصال الثلاث وجب الترتيب، لأن احنا قلنا دي كفارة مرتبة إيه ابتداء، مش كده برضو؟ ولو قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه، لأن إيه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، أو قالها الحمد لله. يعني هو يقدر يطلع 0.5 كيلو، ما يقدرش يطلع كيلو إلا ربع، يقدر يطلع 0.5 كيلو لستين مسكين، كل مسكين 0.5 كيلو، فهمت ازاي؟ ما يقدرش يطلع اكتر من كده، هو ماله ما يقدرش يجيب، نقول له طلع 0.5 كيلو، يعني بعض المد. واضح؟ ويبقى الباقي في ذمته، ويبقى الباقي ايه؟ في ذمته، لما يقدر يجيب الباقي يبقى يطلعه تاني، طلع الباقي تاني، لان العجز عن الكفارة لا يسقطها، ولا نظر لكونه أخرج ما قدر عليه فلا يتوهم أنه يسقط عنه ما بقي. وأشار بقول كمد طعام أو بعض مد إلى أن ذلك في الإطعام بخلاف الإعتاق والصوم، يعني ما ينفعش لو هو عجز يقدر يصوم شهر متتابع لكن ما قدرش يجيب شهر متتابع، فما ينفعش يقول طب أنا هصوم شهر متتابع وبعدين بعد كده بقى أصوم شهر متتابع تاني، لأن يشترط الشهرين متتابعين، يبقى إيه؟ في الإطعام هو اللي ممكن يطلع البعض، الإعتاق برضه ما ينفعش، يعتق ربع رقبة ولا خمس رقبة ما ينفعش، فهمت؟ إلى أن ذلك في الإطعام بخلاف الإعتاق والصوم، فلو وجد بعض الرقبة لم يعتقه لأنه عادم للرقبة،
ولو قدر على بعض الصوم كيوم لم يجب عليه، لأنه يجب التتابع في صوم الشهرين. فإذا صام البعض لم يحصل تتابع ولا يجوز تبعيد الكفارة. يقول طب أنا هصوم 30 يوم وأطعم 30 مسكين، ما ينفعش تبعيد الكفارة، يا الصيام بحتا يا الإطعام بحتا، فهمت؟ لكن ما خلطش. ولا يجوز تبعيد الكفارة من خصلتين، كأن يعتق نصف رقيق ويصوم شهرا، أو يطعم 30 ويصوم 30. ولا يحل للمظاهر وطؤها خرج بالوطء غيره كاللمس والقبلة، فإنه جائز ولو بشهوة في غير ما بين السرة والركبة، أما فيما بينهما فيحرم كما رجحه الرافعي في الشرح الصغير. وقول حتى يكفر بالكفارة المذكورة أي كلها ولا يكفي بعضها، وإن عجز عن بقيها حتى يتمها، وظاهر ذلك أنه لا يحل له الوطء وإن عجز عن الخصال الثلاث، وجوزه بعضهم له لعذره. بعضهم يعني إيه؟ بعض الفقهاء قلة قال لك لو عجز عن الكل له وطؤها لعذره وتبقى مستقرة في ذمته، لكن معظم الفقهاء يقولوا لا، علي أن يمتنع من وطؤها حتى يستطيع أن يكفر إحدى الخصال، واضح؟ وإن لم يشق عليه ترك. وتوقف فيه الشبرة من ليسي، الشبرة من ليسي سألوه قالوا له إيه رأيك، عجز عن الكفارة له وطؤها لحين ما يقدر ولا ليس له وطؤها؟ سكت، ما رجحش حاجة، واضح؟ ده الشبرة من ليسي. وقال القياس المنع منه، القياس المنع منه لأن ربنا بيقول من قبل أن يتماس، فهمتني؟ حتى يكفر وإن عجز. وهذا كله في الظهار غير المؤقت، كل ده في الظهار غير المؤقت. لكن لو واحد قال لمراته أنت علي كظاهر أمي مدة شهر، خلاص ما يقربهاش لمدة شهر، وبعد كده معلوش كفارة، بعد الشهر ده يعيش معه عادي، فهمت؟ لأن ده أقته بمدة معينة، واضح؟ وهذا كله في الظهار غير المؤقت. لو قال أنت علي كظاهر أمي وما أطلقها ما قيدهاش بمدة، هو ده كل الكلام اللي فات في ده، في النوع ده. أما فيه اللي هو الظهار المؤقت فإنه يحصل العود بالوطء في المدة. افرض هو قال أنت عليك ظهر أم لمدة شهرين وأراد أن يجامعها بعد 5-6 أيام، يبقى عليك كفار، فهمت؟ فإنما يحصل أما فيه يعني في المدة فإنما يحصل العود بالوطء في المدة، فإذا عاد بالوطء فيه وجب عليه النزع حالا، ولا يجوز له الوطء بعد ذلك حتى يكفر أو تنقضي المدة كما مر. وكده الحمد لله انتهينا من أحكام الظهار، ونقف على أحكام القذف واللعان، هتبقى يوم الاثنين 12 فبراير، يوم الاثنين 12 فبراير، عشان مسافرين عمرة أو بال عندكم أسبوعين، تبدأ من يوم السبت القادم، فيبقى هنفوت اثنينتين، كويس؟ ثالث اثنين نلتقي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.